يعطيكم العافية. آخر فيديو بدنا نحكي فيه بمادة محاسبة واحد اللي هو عن تشابتر 7، إشي اسمه بيتي كاش. سوري بيتي كاش، هذا الإشي الوحيد اللي داخل معنا بتشابتر 7. هلأ تشابتر 7 هو تشابتر طويل، يعني إذا بتشوفوه بالسلايد، يعني أنا أكيد رح أنزل السلايد كامل. هو إيش بحكي؟ بحكي أكتر إشي على كيف نعمل رقابة، وكيف نتأكد إنه المصاري ما بتنسرق بالشركة، كيف ننتبه على الكاش. هلأ مو مطلوب منكم ولا إشي غير البيتي كاش، بس هذا اللي بدنا إياه. إيش معنى بيتي كاش؟ البيتي كاش ممكن نترجمها بالعربي اللي هي المصروفات النثرية، أو صندوق المصروفات النثرية، أو صندوق النقد النثري. إيش يعني نثري؟ بيكون مبالغ بسيطة. خلينا نفهم مثال على البيتي كاش. مثلاً إحنا شركة كبيرة وفي عنا فروع، فرضاً بنك. خلينا نحكي بما إنه البنك بتعامل كتير مع زبائن، بنك في إله المبنى الرئيسي وفي إله فروع. هلأ كل فرع من هاي الفروع بيشتغل لحال منفصل، يعني مثلا ممكن فرع بجبيها، فرع بعبدون، فرع بالصوفية، فرع بأبو نصير، كل منطقة في فرع. هلأ هذا الفرع وهو بيشتغل بيحتاج مصاري، يعني مثلا ممكن خرب المغسلة بطلت تنزل مي، بدنا واحد يجي يزبطها. هلأ مش معقول لما تخرب عنا المغسلة بالفرع أضطر أني أنا أحكي مع المبنى الرئيسي تبع البنك أقول لهم أنه في عنا مغسلة خربانة، اسمحوا لنا أنه ناخد مصاري حتى نقدر نصلحها. لا، المفروض يكون في عند الفرع نفسه مبلغ معين من المصاري لهاي الشغلات. ممكن فجأة أزاز بالفرع انكسر، وقع وانكسر، وبلازم نصلحه اليوم لأنه في ناس عم تيجي وممكن تتأذى. الضيافة، العملاء مثلا، ممكن أنا بيجي عميل VIP عندي أو عميل معين بقعد مع المدير، المدير بده يضيفه، يجيب له قهوة، شاي، إشي يشربه، مية. هاي كلها المفروض يكون في إلها مبالغ يعني بتخصها موجودة أصلا بالفرع. البريد مثلا، يعني البريد اللي هو آخر اليوم بيكون في معاملات لازم تتودى للفرع الرئيسي أو للمبنى الرئيسي، البريد بده يندفع له، فبرضه منخلي الفرع نفسه. مرات مثلا ممكن الفرع يحب يتبرع لجهة معينة ب50 دينار، ب100 دينار. فهاي المصاري اللي أنا عم بحكي عنها مبالغ بسيطة. مثلا موظف عندي بدي أبعته في تاكسي يروح يقابل عميل بمكان معين، مصروف التاكسي هذا مش معقول أني أنا لازم أخذ المصاري من الرئاسة أو من المبنى الإدارة. فشو بتعمل هاي الشركات اللي بيكون لها كتير فروع أو كتير أقسام؟ بتخصص بكل فرع صندوق، فعليا هو صندوق بوكس يعني أو خزنة، منحط فيها مبلغ بسيط من المصاري. يعني مبلغ بسيط إنه بكون 3000، 4000، أو ممكن 2000، ممكن 1000. هذا المبلغ منسميه بيتي كاش، أو الصندوق منسميه بيتي كاش فند. الفند معناتها صندوق، فهو صندوق النقد النثري أو المصروفات النثرية. بتميز البيتي كاش إنها مصاري أو أشياء بتندفع مبالغ قليل كتير، يعني مش مبالغ كبيرة. فلهذا السبب بنعمل فيها صندوق. هلأ هذا الصندوق اللي بدنا نعمله بالفروع، كيف بدنا نضمن إنه نراقبه؟ يعني كيف أنا بدي أتأكد لما أنا أحط بكل فرع صندوق وفيه مثلاً 4000 كل شهر، كيف بدي أتأكد إنه الموظفين اللي بالفرع ما بسرقوه، أو إنهم ما بصرفوه على إشي ما إله علاقة بالبيتي كاش؟ فلازم يكون في إله رقابة. فإذا بدنا ندرس إشي اسمه بيتي كاش فوند كنترولز، كيف تراقب على صندوق البيتي كاش. خلينا نشوف الخطوات كيف منراقب عليه. البيتي كاش حتى نعمله بمر بثلاث مراحل. أول مرحلة هيها establishing the petty cash fund. establishing إنشاء أو تأسيس. فأنت أول إشي بدك تنشئ هذا الصندوق، وهلأ رح نشوف كيف إجراءات إنه ننشئه. تاني خطوة making payments from the petty cash fund، رح تصير تعمل دفعات من هذا الصندوق زي ما حكينا، ضيافة، نقل، تكاسي، تبرعات، بريد، فرح تصير تدفع. ثالث وحدة replenishing the petty cash fund، هاي number 3. إيش يعني replenishing؟ إعادة تغذية أو إعادة تعبئة. هلأ إذا خلص البيتي كاش ما بدي أرجع أعبيه،
نشوف كيف إجراءاتها. هلا عادة البيتي كاش بنعمل كل شهر، فكيف بنعمله أو كيف ننشئه؟ أول إشي حتى أنا أنشئ البيتي كاش رح أعمل أول خطوة أعين أمين على هذا الصندوق، بنسميه كاستديان. كاستديان بيكون أمين الصندوق أو كفيل الصندوق، هذا موظف بيكون بالفرع مسؤول عن هذا الصندوق. يعني أنت اللي تتحمل مسؤولية هذا الصندوق إذا نقص منه إشي وما عرفنا وينه، أنت بدك تدفعه، وأنت بتتحمل مسؤولية المبالغ اللي بدها تندفع من هذا الصندوق. فإذا الكاستيدن هو مسؤول عن كل إشي بخص الصندوق، ممنوع تندفع أي مصاري من الصندوق إلا إذا الكاستيدن قابل. مين اللي بطلب إنه يعبي الصندوق اللي هو الكاستيدن؟ فهو بيكون مراقب كل إشي. هاي أول خطوة. تاني خطوة لازم نعمل سقف للصندوق، سقف أو ليمت، يعني ما بخليه أوبن، مش إنه مثلاً قد ما بدك أطلب، لا، بسأل أمين الصندوق قديش أنت بتتوقع أنتوا بتحتاجوا بالشهر، يعني كل شهر قد بتصرف مصاريف نثرية، وبحدد له شو هي المصاريف النثرية. مثلاً حكالي بنحتاج 3000، بعمل السقف تبع الصندوق 3000. إيش يعني سقف 3000؟ يعني كل شهر لازم يكون فيه بالصندوق 3000، لا أعلى ولا أقل، ممنوع يكون أعلى ولا أقل من 3000. فأنت معك هاي 3000 تصرف منها، لما تقرب 3000 تخلص الكاستديان بيخبر الإدارة إنه أنا قربت 3000 تخلص، عبوا لي الصندوق، ببعتوا له شك بالمبلغ تاع التعبئة أو من عبي. أوكي، طيب نشوف كيف منسجل قيود إنشاء الصندوق. نشوف هذا المثال. A company issues to establish the fund، لتأسيس أو إنشاء الصندوق. A company issues a check payable to the petty cash custodian. الشركة أصدرت شيك مدفوع لمين؟ للبيتي كاش كاستديان، أمين صندوق البيتي كاش. For the stipulated amount، للمبلغ اللي طلبوه أو للمبلغ اللي رح يكفيهم يعني. فهون معطينا for example، if Zoo Limited، هاي شركة اسمها Zoo Limited، decides to establish a 3000 fund on March 1، ب1/3 قررت الشركة إنها تأسس صندوق سقفه 3000 أو قيمته 3000، إيش رح نسجل قيد؟ هلأ هو كيف بصير الدفع؟ المبنى الرئيسي رح يبعت شيك كاش يندفع للأمين الصندوق، فالكاش تبع الشركة رح يقل. بالمقابل إيش رح يزيد؟ رح يزيد الصندوق اللي موجود بالفرع اللي هو عند الكاستديان. فإحنا منزيد البيتي كاش ومنقلل الكاش. هلأ البيتي كاش يعتبر كاش، يعني منعامله معاملة الكاش، إنه هو أصول بيزيد بالدبت بقلب الكريدت. فشو منعمل قيد؟ دبت بيتي كاش زدت هذا الكاش زيادة، كريدت كاش قللت الكاش الأصلي، هذا اسمه بيتي كاش هذا اسمه كاش، 3000 بالسقف منحطه. طبعا هذا السقف ممكن أنا لقدام أزيده أو أقلله حسب الحاجة. يعني إذا لقدام حسيت إنه الثلاثة ما بتكفيني وأنا فعلياً عم بحتاج 5000، برجع بطلبهم 2000 زيادة على الصندوق اللي عندي، فبرجعوا بيعطوني شك ب2000 زيادة، وبعمل نفس هذا القيد بس بتكون بال2000 زيادة. هيك بصفي، أنت زمان سجلت 3000 اللي هي هاي الثلاثة، ورجعت بعد كم شهر سجلت 2000، قدي صار السقف تبعه؟ صار سقفه 5، فمعناته هيك بصير سقفه 5. فإحنا ممكن نزيد ممكن نقلل، بس على المثال هذا لأنه رح نكمل عليه كل الشرح، سقف البيتي كاش فند تبعنا قدي 3000. تمام، عملنا استابليشنج، هيك بنعمل استابليشنج للبيتي كاش فند، خلصنا منها. اجينا على الخطوة الثانية اللي هي making payments from the petty cash fund. هاي ما فيها قيود، no entries، ما منسجل قيود، ما في داعي. بس ايش لازم نعمل؟ هلأ الكاستديان احنا حكينا هو مسؤول عن كل اشي بصير بالصندوق، فالمفروض هو شو يسوي؟ اي مصاري بتندفع يكون في اثبات انها اندفعت، يا اما فاتورة يا اما وصل، او يكون كاتب على وصولات من وصولات البنك انه احنا دفعنا هالقد مثلا لتاكسي، لضيافة، الضيافة يحط الفواتير. هذا اهم اشي اللي هم بنحكي عنهم الفاوتشرز. اذا ما في فاوتشرز او ما في ريسيتس اللي هم الفواتير،
المبنى الإدارة ما رح يقبل يعبي لك. يعني هو بس إيش بيعبولنا؟ بيعبولنا مصاري بدال الفواتير اللي إحنا بندفعها كل شهر. فإذا فعلياً أنت ما بتأمنهم بالفواتير تبعتك، هم رح يعبولك مثلاً ممكن مبلغ ناقص، يعبولك بس على قد الفواتير اللي أنت زودتهم فيها، أو يحملوك مسؤولية أنه أنت دافع إشي ما إله علاقة بالبيتي كاش فتتحاسب أنت على الموضوع. فأهم إشي لما نيجي ندفع أنه إحنا نوفر الفواتير بس، هاي هي. وممنوع يندفع إلا لما الكاستديان يكون هو اللي قابل أنه يدفع من الصندوق. فإذا هون ما في قيود. الحالة الثالثة اللي هي replenishing the petty cash fund، إعادة التعبئة، هون لازم نعمل قيود لما نيجي نعبي الصندوق مرة تانية. هلأ عادة كيف منعبي؟ إحنا حكينا سقفه 3، لما يقرب يخلص مش لما يصفر. يعني مثلا وصل الباقي بالصندوق 300، بقولهم إنه أنا ضايل معي 300، ارجعوا عبوه للصندوق يصير 3000. هاي إعادة التغذية. خلينا نشوف على نفس المثال. assume that، نفترض إنه ب 15/3 نفس الشركة زو ليميتد بيتي كاش كاستديان الأمين requests a check for 2610، طلب شيك بقيمة 2610 للصندوق. The fund contains 390 cash، اللي ضايل بالصندوق، فند حكينا صندوق، اللي ضايل 390. and petty cash receipts، والوصولات أو الفواتير تبعت البيتي كاش كانت لإيش؟ for postage، بريد 1320، freight out، نقل خارجي، ممكن نقلنا بضاعة، نقلنا معدات، 1140. and هاي الكلمة بنحكي عنها miscellaneous expenses. miscellaneous إيش يعني miscellaneous؟ يعني مصاريف متنوعة، بتكون زي ما حكينا ضيافة، تبرعت لجهة معينة، تكاسي نقل، فنجمعهم كلهم تحت مسمى miscellaneous. miscellaneous متنوع، مصاريف متنوعة. قديش المصاريف المتنوعة؟ 150. طيب كيف بدنا نسجل قيد بهذا الموضوع؟ حكينا ضايل بالصندوق 390، أمين الصندوق طلب 2610. عشان الصندوق يوصل 3، قديه 390 وهون عندنا 2610، مع بعض قديه رح يوصلوا؟ رح يوصلوا 3000 اللي هو السقف. لازم نوصل الثلاثة. إذا أنت بعد ما تعبي ما وصلت الثلاثة، في إشي غلط، أو ممكن يكون في عندك زيادة بالصندوق أو نقص وأنت مو عارف وينها. كيف نعمل القيد؟ المصاريف منحطها بالدبت، هي مصاريف. البريد والنقل والميسيلانيوس إكسبنسز هاي عبارة عن مصاريف، والمصاريف حكينا بتنحط بالدبت لما تزيد. فإجينا حكينا دبت بوستج إكسبنس 1320، برضو دبت فريت أوت 1140، برضو دبت ميسيلانيوس إكسبنس 150. بالكريدت حطينا كاش، مش منحط بيتي كاش، منحط كاش، لأنه هذا الشك اللي أنا طلبته، فهم راح يجيبوا لي من الكاش تبعهم. قديش مجموعهم؟ 2610، اللي هو نفس الشك اللي طلبه الكاستديان. بتأكد إنه 2610 مع 390 إنها توصل 3000. لازم نتأكد من هذا الموضوع. وصلت 3000 معناته التعباي 100% صح، أو ما في عندي لا نقص ولا زيادة. مرات ممكن يصير معك نقص أو زيادة في الصندوق، حاطط فراطة زيادة ما بتعرف من وين إجوا، أو أنت لما دافع إشي زيادة ما بتعرف وين دفعته، فوقتها بصير معنا فرق. بس هون لا، سكرت 3000 100%. طيب نشوف حالات بيكون فيها عندي نقص أو زيادة في الصندوق، كيف منعالجها؟ نفس المثال بس رح نغير شوي فيه. هي هون assume that Zoo's petty cash custodian has only 360 in cash، المتبقي بالصندوق 360 مش 390، هلأ 360 plus the receipts as listed، والفواتير كانت كالتالي، اللي هم نفس اللي قبل شوي، البوستج، الفريت اوت، والميسيلانيوس اكسبنسز، اللي هم كان مجموعهم 2610. هلأ 2610 زائد 360
ما رح يوصل 3000. قدي رح يطلع معانا؟ رح يطلع في عندي فرق 30، تمام؟ لأنه 2610 زائد 360 رح يصير أقل من 3000 ب30 الفرق، يعني رح يطلع عندي 2970. 2970 هذا غلط، لازم يوصل 3، يعني لازم مبلغ الفواتير زائد القيمة المتبقية عندك بالصندوق توصل قد الليمت اللي هو السقف. إذا ما وصلت معناته في عندك نقص أو زيادة. هون إيش مبين عنا؟ مبين إنه في عنا نقص اللي هو منحكي عنه شورت إحنا أو شورتج. ليش نقص؟ لأنه أنا سقفي 3000، هون 2970 أقل من 3000 ب30. كيف نعالج هذا الموضوع؟ نعمل حساب اسمه cash over and short، حساب الزيادة والنقص في الصندوق. هلأ هذا الحساب لما يكون نقص منحطه بالدبت، ولما يكون زيادة اللي هي over منحطه بالكريدت. فإذا كان نقص short لازم يكون عندي إياه بالدبت، إذا كان over اللي هو زيادة بيكون بالكريدت. هلأ هون إحنا عنا نقص، فشو منيجي بنعمل؟ دبت postage expense 1320، freight out 1140، miscellaneous expense 150. قديش النقص اللي عنا؟ 30. حطينا دبت برضو cash over and short 30، مجموعهم مع بعض بجمعهم بحط credit cash، مجموع هذا كامل 2640. يعني لازم يعطوني شك أو يتعبى الصندوق بقيمة 2640 حتى أوصل لل3000. أوكي؟ هلأ 2640 مع 360 منوصل ال3000، هيك صح؟ هيك هاي إذا بجمع لها 360 إيش رح نوصل؟ رح نوصل ال3000. أوكي؟ تمام. طيب نشوف حالة الأوفر كيف بتكون. نفس المثال، بس لو فرضنا إنه إحنا ضايل عنا بالصندوق 420. أول مثال كان ضايل عنا 390، كانت الأمور طبيعية وما عندي لا نقص ولا زيادة. تاني مثال كان ضايل عندي 360، اكتشفنا إنه في عنا نقص 30، وعملنا حساب cash over and short وحطناه بالدبت. هلأ هذا المثال ضايل عندي بالصندوق 420، أوكي؟ والفواتير زي ما هي. هلأ إذا منيجي منحكي الفواتير اللي هي قيمتها 2610، لو أجمع لها 420 رح يطلع عندي زيادة 30، يعني رح يطلع عندي 3030. أوكي؟ يعني في عندي over 30، ما بصير يكون في زيادة. فشو بنعمل؟ هاي الزيادة بنحطها بالكريدت، يعني بحطها بحساب تاني، بفصلها بقيمها عن البتي كاش وبحطها بحساب اسمه cash over and short. بس احنا حكينا اذا كان over بنحطه كريدت، هون انا عندي زيادة لانه السقف تبعي 3000. فشو بنيجي بنعمل قيد؟ خلينا نشوف القيد هون كيف رح يكون. دقيقة شوي. اوكي هو القيد مش مسجل هون، رح اسجله انا. رح نعمل debit postage expense وبرضو debit freight out وبرضو debit miscellaneous expenses. هاي قدي قيمتها 1320، اوكي؟ وهذه الفريت اوت قيمتها 1140، الميسيلانيوس اكسبنسز قيمتها 150. هلا عندي زياده 30 بالكريدت، بنحط معلش دحشتم انا هون كاش اوفر اند شورت قد ايه؟ 30، وبدي اقلل الكاش كريدت كاش. الكاش رح يكون الفرق بين هدول وبين ال 30، فرح يطلع معانا 2580، لأنه الثلاثين هاي أنا ما رح أطلبها منهم،
30 هاي اوريدي زيادة عندي، فأنا بطلبهم 2580 وأنا عندي 30 أصلاً، بدفع منهم هاي الفواتير. ودائماً نتأكد هاي الجهة قد هاي الجهة، يعني 30 زائد 2580 قد هادول الثلاثة، تمام؟ هذا المطلوب منا بتشابتر 7، تعرفوا القيد تبع التأسيس تبع الصندوق اللي هو منثبت فيه السقف، وتعرفوا القيود التعبئة كيف إذا ما كان في لا زيادة ولا نقص، وكيف إذا كان في نقص، وكيف إذا كان في زيادة، ضروري هدول. هلأ هاي من هون، هذا من الكتاب، من السلايدز بتقدر تحلوا كمان مثال عليهم. فإذا هذا بس المطلوب منا من شابتر 7، ويلا موفقين، يعطيكم العافية.